سبعه عالق مامها لنسلمها صناديد الرجال. من بعد حكم الخليفه استلمها صامل الوقفه تحمل الثقال. وخالد الزيزوم متعليه مامها كامل الاوصاف لله الكمال. صوره الماضي مع الحاضر رسمها واكرم اليدات والهين الغوالي. شارت الاهل الهجن زاد ودعمها والدراسة. هكذا وصلنا بكم الى ختام اشواط هذا الصباح الجميل، مذكرين بانطلاقة المساء بإذن الله تعالى سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنصف الجولة الأولى، الجولة الثانية جولة الرموز في تمام الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم. إليكم نتائج أشواطنا لهذا الصباح من خلال انطلاقة أشواط سن الإذاعة 22 شوطا كانت أيضا في منافسة قوية. إليكم هذا اليوم يوم الأربعاء 26 من شهر أبريل لعام 2023 للميلاد، انطلقنا لمسافة 6 كيلومترات. الشوط الأول ذهب مع أرصاد، واستطاع مغير بن سالم بن حارب العميمي أن يهدي أيضا أهالي العين هذا الفوز والانتصار. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هنا من خلال هذا الأداء المتميز بأيضا 9 دقائق ثانية واحدة وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس والتهنئة لناصر بن مغير العميمي من قاد أرصاد للفوز. الشوط الثاني يعود نفس الشعار ويذهب مع مثير مغير بن سالم بن حارب العميمي بتسع دقائق ثلاث ثواني وثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. رابع الأشواط يذهب مع مطلوب علي بن عامر بن حمد اليحافي ويهدي أبناء السلطنة هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق وثمان ثواني وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس سلام لزع سلام. بينما يأتي الفارس صاحب التوقيت الأفضل والأجمل في رابع الأشواط لراشد بن محمد بن مروشد بثمان دقائق 54 ثانية وفاء وتماما وكمالا ويهدي أبناء دبي هذا الفوز والانتصار وسلام على هذا الفوز، سلام على فوز أيضا الفارس والمتألق يتألق. بينما شوطنا الخامس يأتي مع محنة متعب بن حمد بن متعب العامري وأكد فوزا وانتصارا قوي من خلال تسع دقائق ثانيتين تسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار سلام بواب 11. مزنة تأتي في الشوط السادس لمحمد بن سلطان بن مرخان أكد الصعب هذا التواجد من خلال تواجد مزنة بتسع دقائق ثانيتين ست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. سابع الأشواط يذهب مع أيضا شاهين لمصبح بن كاسب بخليفة المسافري وأكد شعار المسافري وأهدى أبناء السوان تسع دقائق ست ثواني ست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. الشوط الثامن مع وشام ماهر بن سالم بن سعيد راعي السبيع اليحافي واستطاع أن يهدي السلامات إلى أبناء السلطنة بتسع دقائق سبع ثواني سبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. هماليل تأتي في الشوط التاسع المبارك بن محمد بن وريق العامري وأكد هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق ثمان ثواني وثمانية أجزاء من الثانية، سلام بن وريق سلام وسلام بن زويد سلام. بينما يأتي شوطنا العاشر الذي استطاعت من خلال العاصمة لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي فوزا وانتصار بتسع دقائق ثانيتين وجزئين من الثانية، مشكور يا المخيبي على هذا التألق. بينما شوطنا الحادي عشر ذهب مع شاهين لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي وأكد شعار أبو عبد الله هذا التواجد الكبير بتسع دقائق ثانيتين وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. شوطنا الثاني عشر انطلق فيه شاهين لحاتم بن سعيد بن عقيدان العويسي وأكد شعار العويسي أيضا اندفاع قوي وتحدي مثير واستطاع أن يظهر بثاني أفضل توقيت في هذا الصباح، ثاني أفضل توقيت مع شاهين ثمان دقائق 56 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. ود تأتي في الشوط الثالث عشر طهميمة بن مطر بن عنودة العامري وأكد شعار بن عنودة هذا الفوز بتسع دقائق ثانية واحدة ست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما يأتي شوطنا الرابع عشر فازت فيه الدانة فكان سهيل بن رملي بن محمد العامري نجمي هذا المهرجان أكد هذا الفوز والانتصار تسع دقائق ثانيتين وجزءا واحدا من الثانية. بينما السرية في شوطنا الخامس عشر لحمد بن ضعيف بن غدية الكتبي
أكدت الفوز والانتصار بتسع دقائق ست ثواني سبع أجزاء من الثانية، وسلام مرغم سلام على فوز السرية. بينما الهنوف تأتي في الشوط السادس عشر لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، فأكد شعار المنهالي هذا الأداء المتميز، وأكدت أيضا الهنوف هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق ثانيتين ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام بواب 11 سلام، شكرا منصور بن مبارك الوهيبي. بينما شوطنا السابع عشر الشهامة لمبارك بسهيل بن مبارك الكتبي، أكد فوزا وانتصار من خلال تواجد الشهامة. تهانينا أيضا تسع دقائق سبع ثواني ست أجزاء من الثانية، شكرا محمد وسلطان المالكي من قدمها في هذا الأداء. بينما شوطنا الثامن عشر تأتي سفانة لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، ويضيف نقطة أخرى مع الهنوف. تهانينا والناموس سلام بواب 11 سلام، سلام منصور بن مبارك الوهيبي على هذا الفوز. بينما شوطنا التاسع عشر ذهب مع مهيض لمحمد سعيد بن عبيد المزروعي، أكد هذا الشعار هذا التواجد وأهدى أبناء الوثبة. تهانينا أيضا لسعيد بن عبيد المزروعي، مشكور علي بن الذيب المالكي تسع دقائق ثلاث ثواني أربع أجزاء من الثانية. شاهين في الشوط العشرين لمحمد يسيل بن خير العفاري، أكدوا أبناء مصانع الجنوب وأكدوا أبناء البواب 11 هذا التواجد الكبير من خلال شاهين، ثمان دقائق ثمانية خمسة ثانية وسبع أجزاء من الثانية، ويعتبر ثالث أفضل توقيت زمني في هذا الصباح. بينما شوطنا الواحد والعشرين مع غزلان عبيد بسعيد بن منانة بن غدي الاكتبي، تهانينا والناموس لبن منانة على هذا الفوز والانتصار، وأيضا فوز مميز بتسع دقائق خمس ثواني وفاء وتماما وكمالا. ميزة تأتي في شوط الختام لمحمد بن حماد بن سالم الاكتبي، أكدوا أبناء الهير هذا التواجد الكبير بتسع دقائق ست ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا وصلنا بكم إلى الختام، شكرا لمخرجنا حسين السيد، شكرا موسى المندري، شكرا يوسف بقاسم البوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبس، استودعكم الله، وإلى الملتقى في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهيرة في هذا اليوم.